السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا في صحه جيده. كي دايرين؟ لاباس عليكم. كي درتوا مع الصداع ديال الدخول المدرسي؟ الله يجعل شي بركه ياكم. بهذه المناسبه جبت لكم واحد البسيطلات فنين ورخاصين وزوينين واقتصاديين، وبنص كيلو ديال اللوز، تخرجوا كيلو اللوز باش تعمروهم ان شاء الله. وصافي هادشي اللي كاين البنات. المهم فيديو زوين غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله. خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه. ونبغي نشكر الاخوات بزاف بزاف على التعاليق اللي كيخليو ليا في كل فيديو، وعلى الدعوات اللي دعاو مع امي. الله لي يخطيكم عليا، الله يحفظكم. نبداو البنات على بركة الله. بالنسبة لأنا عندي واحد الفروج صراحة شوية كبير، فايت جوج كيلو فايتها، درت ليه كيلو ديال البصلة شتيتها درتها في الهاشوار، وغنزيد معاها واحد جوج عويضات ديال القرفة، من بعد غنحيدهم. شوفوا تبارك الله الصدر ديالو كي داير، غسلته مزيان بالحامض والملحة، غادي نزيدو هنايا. صراحة هاد البسطيلة كتجي ساهلة، ما تقليو ما تحاجو، كتجي بنينة بزاف. انا ما غاديش ندير فيها البنات الثومه، واللي بغى يدير الثومه يديرها. البنات الثومه كتجي زوينه، ملحه ماشي بزاف، واحد شويه الملحه، حيت انا غاسله بالملحه وما يكونش فيه الروع، يعني نخاف ويجينا مالح ما نكثروش. هنا غندير معلقه كبيره ديال الخرقوق، وبالنسبه للبزار غنديرها نص معلقه صغيره، وسكينجبير. انا ما عنديش لاخر الغبره، عندي غير هذا، حتى هو غنديرو، حتى هو خدام تقريبا، غندير معلقه غير. هو هذا فيه الخيوطه، حيت طريها البنات كيبقى بالخيوطه ديالو، ماشي مشكل، راه بنين وزوين. ما عرفتش هنا واش كيتباع ولا لا، انا كان جابتو لي اختي تايكه من بلجيكا، ولكن واش كيتباع هنا والله ما عمرني ما طحت فيه. صافي هنا خديت واحد شويه زعفران حر، شوفوا، ورقدته في الماء، وغنصفيه فوق هذا. طبيعة الحال غناخد شويه ديال السمن اللي ضروري ومعليه هضره، هاد المعلقه ديال السمن راه سمينه حاره صايبتها انا، شوفوا ولات فيه واحد الريحه كي دايره، وراه عندي شويه الزبده وباغي مازال ندير شويه السمن. صافي وغندير الزيت. بالنسبه للزيت عندي تقريبا كاس الا ربع ديال الزيت مخلط ما بين زيت روميه وزيت بلديه. صافي درت شويه الماء وغادي نقلبو هكا، درت شويه الماء تما وغادي نزيد شويه الماء، حيت هاد الكوكوطه البنات انا ما كتضيعش ليا الماء صراحه، زوينه يعني الماء اللي كنديرو كتخليه. ندير الزيت وقبيطه الربع. صافي يا البنات داك شويه الماء اللي زدت هنا غنزيد السويته، تقريبا راه كثير هي البنات غير زيت العود. غنحرك شويه وردو في الكوكوط، نسد الكوكوط وكلشي، نخليها واحد نص ساعه ونحل عليها، غيكون طاب الدجاج، حيت هي كطيب والدجاج كيتقلى، فهمتوني؟ اللي ما عندوش البنات زعفران حر يدير دويمه، هي كتعطي واحد المذاق زوين وكتعطي لوين زوين. غادي نسد الكوكوط، درت ربيطه الربيع ولا لا؟ والله ما عرفت وقيلا درتها، استنى وليت تالفه. هاي انا راه ما قطعتوش البنات، خليتو هكا حتى نحيدو. البنات بغيت غير نقول لكم اللي عندها اللوز غبره، مثلا انا عندي اللوز غبره طاحنه، غادي ندير معلقه كبيره مع الدجاج في البسطيله ديال الدجاج. خديت هنا البنات الهاشوار وغادي نطحن فيها واحد نص كيلو ديال اللوز، نص كيلو ديال اللوز. انا خديت داك اللوز الصفر كتكون الحبه ديالو مهبره غليظه، كيجي زوين. وغادي نطحنو ماشي مسحوق وماشي مقرشن، يعني بحال اللوز كونكاسي، حيت هاد المقرشن كاين شي اخوات ما كيعرفوش هاد المصطلح، والاخوات اللي كيعرفوه يقولوا لي ايه راه عرفنا المصطلح ديال المقرشن، عرفنا المقرشن اش كتعني. غادي نديرو البنات اللوز نوكاتين بحال اللوز اللي كندير في الكلاص، هو غنديرو في البسطيله، كيجي حتى هو زوين. صافي باقي غليظ، غنهزل البنات هذاك الرقيق شويه والغليظ نرجعو، وغنبقى هكا تنطحنو كامل. هنايا البنات غادي ناخذ واحد زلافه ديال السكر كلاصي، انا حيت عندي شي شويه قديم مكور شويه، غندوزو في هذا الغربال. وعندي هنا 150 غرام ديال الزبده، وهنايا راه عندي نص كيلو ديال اللوز كما قلت لكم، شديتو سلقتو وقليتو في الزيت بارده وهرمشتو. نغربل هاد الزلافه ديال السكر كلاصي ونرجع معاكم.
صافي. وغادي ندير هنا واحد 150 غرام ديال الزبده، وغادي نرد المسار، غادي نردو مع العافيه مهيله تذوب هذيك السكر وتذوب الزبيده. وبحال راه شاركتها معكم البنات ديك الخضره فاش بغيت ندير النوكا في الكلاص تماما بحال هكاك. تكونش العافيه البنات مجهده. صافي البنات غير تذوب هذيك الزبده ونبداو نحركو، والعافيه تكون مهيله. كنتعدي في الفريكو، الدجاج راه مردود البنات باغي كيطيب، ما بغيتش نبدا ديال الحوت تنكمل هادي. بحال هكا وليداتكم الا كانوا كيقراو في المدرسه وعندهم التوقيت المستمر تقادوهم تلوحوهم البنات في الفريكو بالطريقه اللي غنقول لكم ديال التخزين. ومره مره تجبدوا لهم ديك الوحيده مع شويه الشلاضه يديوها للمدرسه الناس اللي خدامين، يعني عطا الله. انا كيعجبوني هكا في الفريكو، وبقى الواحد يجبدهم هكا في العشيه ولا كندير شي شوربه ولا شي حاجه يجبد ديك الوحيده للراس. خا صراحه بهذه الطريقه ما غتقنعوش وحده ما غتقدكمش، كيجي فن فن. صافي كما كتشوفوا البنات راه ولا كراميل. انا غادي نخوي غير النص، والنص غنخليه هكاك باش نرشوا الفوق. انا راه تجربت شويه البنات هنا عاد خويت تيجي كاغ ديال الزبده. صافي انا خوينا، حيت خاصكم تزربوا عليه قبل ما يزرب عليكم. هذه كتجي بنينه، داك المذاق ديال الزبده كيجي واعر. ماشي مشكل سرحوه، انا غنعاود مازال ندكدكو، يعني ماشي مشكل واخا يبقى فوق بعضياته غير نسرحوه غير شويه. صافي دابا غنخليه برد على خاطرو، راني طفيتها البنات على البوطه. صافي وغادي نخلط معاه، مني غادي ندكدكو هكا شويه غادي نزيد من الاخر اللي عندي ناشف ونخلطو معاه. صافي البنات هو سرحتو، غنخليه واحد شويه حتى يبرد وعاد نهرمشو نفكو هكا، وهذا نزيدو عليه. ملي ندير هذا نزيد عليه هذا، هكا ما كتجيناش البسطيله حلوه، وكيجي داك المذاق ديال الزبده واعر، كتجي بنينه بزاف. هي جربوها، درت تقريبا الرابعه هنا ورابعه هنا. هاد نص كيلو درتو البنات في الدجاجه. ما طفيتيش البوطه نهيله، ويا خويا عندي هاد البنت الله يستر سالفه. خليك صحه هنا، كتبان لي المقله كتطبخ مازال سخون، الا كاين شي دلك ديرو انا غندير دلك. صافي البنات حيدت الدجاج، ها نتوما شوفوا كي طاب، طاب على مزويناتو. وغنشعل على هاد البصله، ها نتوما راه باقا ما جا معاش راسها، ها ديك البصله باقا ما دغمراتش. شنو غندير فيها هنا؟ غندير فيها واحد المعلقه ديال العسل باش تعطيني واحد اللوين معاه يسل وزوين. وغندير فيها القرفه، هذاك العود القرفه راني حيدتو، وغادي ندير واحد المعلقه ديال القرفه. سمحوا لي البنات، كاين الدراري تبارك الله كيلعبوا، سمعوا اش دايرين، كيبردوا غديدهم قبل ما يدخلوا. شتي هادشي اللي جلسوا كامل وقالك العطله بالزربه سالات. وشوفوا هنا غادي ندير واحد المعلقه ديال القرفه صغيره، ماشي صغيره وعامره، انا هادي راه عندي غارقه ما غنديرهاش كلها باش ما يجينيش داك مذاق القرفه هكا كثير. صافي غندير واحد المعلقه ديال العسل، تكون عسيله حره من الاحسن. انا هذا ماشي حر ولكن زوين، واللي بغى يدير السنيده يدير السنيده. دابا غادي نخليها هي البنات اللي حتى تغمر وتولي عندي واحد البصيله واقفه في دامها، هادشي ما غيبقاش هادشي. ومع ذلك غنصفيها، لكن شي دام ينزل باش ما تقبش ليا الورقه وما نزقاش عليها بالتحراك. هنا غادي ناخذ البنات داك الدجاج، هنا غادي ناخذ داك الدجاج وغنفرتو. عندكم دوز ليكم شي عصيبه ولا هو ما فيهش الجلود، ولكن غير دوز شي عصيبه. شوفوا طاب في القياس، جا هو هذاك سخون، انا فرتو نحيد العظومه، عندكم دوز لكم العظومه هكا البنيات الصغار ولا. ها هي البنات انا خليتها هنا، ومره مره كنجي نحرك ومازال ما تغمرتش. نوريكم اللوز، عرفتوا الطريقه هذه كتخرج لكم اللوز كثير. شوفوا شحال ولا عندي هذاك النوغاتين ديال اللوز، ها هي شتي ضربتها في الهاشوار عطاتني هاد اللوز هكا مهرمش وفي نفس الوقت فيه الحلاوه. دابا غنخلطو مع داك اللوز اللي وريتكم قبيله بقى. ودابا شوفوا نص كيلو اللوز شحال خرج ليا، هنا راه على الكيلو، يعني غيعمر لكم واحد الكميه كثيره، عرفتو اقتصاديه وزوينه وما كتجيش حلوه.
كتجي فنه، كتجي فنه، عرفتي ديك التكرميله ما نقولش لكم شي حاجه واعره. غير هي البنات راه فيها شويه الخدمه، يعني كتبقاو تحركوا تحركوا ما يطلعش لكم الدم، حركوا وما تزلقوش من التحرك على عافيه مهيله. انا رجعت هنايا علاش بغيت نبدا نقاد الحشوه ديال نقاد الشرموله ديال البسطيله ديال الحوت. الحوت باقي ما جانيش ولكن غنبدا نقاد دابا. المهم الحوت غتشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر، نقدر نحطوا لكم مورا هذا ولا نحطوا لكم، المهم نحطوا غنحطوا. ها انتم شوفوا شحال خرجات. صافي يا البنات شوفوا شتو، صافي راه التخميره وقفات في دامها والبسطيله شوفوا كي ولات تغمرات. انا ما غاديش ندير البيض، اللي بغى يدير البيض يزيد البيض دابا، خلاتها تبرد مزيان وغنبدا نعمر. هاد لكم شويه لاصوص هكا خصو يتسقط تسقطروه، انا مازال غنديرها في الشبكه ونسقطها نتاكد واش خديت شي عظم ولا لا. صافي وغنخلط ونطفي. صافي يا البنات نحتاجو واحد الشاقور، نحتاجو بنات واحد القطعه ديال البيتزا باش مابقاش نقطع كل وحده بوحدها. ديما الوجه داك الحرش الفوق عندكم يشوف فيكم، الوجه الملس لتحت انا غندير معكم هي وحيده. صافي غنزيدو فوق من هادي. صافي غنقطعهم على ربعه، انا ما دايرهش من بعد راني خاصني نقطع قد قد. شي مشكل اللي بانت ليا صغيره نديرها في القالب صغير. صافي غناخذ واحد السيركل هذا ولا هذا اللي بغيتو، وهنا درت شويه ديال الزبده والزيت كتروشه شويه، حيت الورقه عندي شويه ناشفه. وهنا درت شويه ديال الطحين والماء على ود ما كنبغيش ندير البيض، واللي بغى يدير البيض يديره. وهنا غندير شويه اللوز البنات، اللوز هذاك النوباتين واللوز العادي، وغادي ندير شويه ديال الدجاج. هذا السيركل طالع يعني ما يمكنش لي غادي نعمر كله دجاج، غندير غير القياس. جيت ندير هذيك غتجي كبيره. صافي ونعاود ندير ثاني هذا هزه. بغيتو ديروها صغيوره ممكن ديرو هادي، ولكن غتجي صغيره بزاف البنات شتو، غتجي صغيوره. وهادي تقريبا جاوني هادو قد قد. صافي يا البنات كيما شتو هذاك السيركل ديال الحديد كبر من هذا، راك شتو جربته. صافي دابا غنبدا نجمع بسم الله. ما ناخذ الطحين كما قلت لكم، اللي بغى يجمع البنات بالبيض ممكن. انا كيجيني الطحين والما زوينين كيكوني مزيان وفي نفس الوقت ما كاين لا ريحه لا والو. كبيره شويه البنات. انا غنديرها وسط هذا حيت هي شي شويه كبيره باش تبقى يبقى جامعها ليا. ندير لها وجهيها بالزبده والزيت. صافي وندوز نجمع هذا نفس الطريقه نيت، هادو شويه صغيورين هادو غيتجمعوا دغيا. يا البنات انا غادي نكمل هكا، نكمل هادشي اللي عندي كامل ونرجع، حيت انا هادو ماشي ليا صراحه، هادو لختي
ضروري غنشمعهم لها في الفران، نديرهم غير شويه يشدوا ريوسهم ونحيدهم باش غدا ان شاء الله تديهم، حيت هي غتمشي في الصباح. وكاين هذا الشكل البنات ديال الغليقه، الصراحه هو القديم، هادو جاوني صغيورين زوينين، لكن انا بغيتكم تجربوا هاد اللوز لانه الصراحه مذاق خطير. بعد ملي كتكونوا تاكلوا في البسطينه كتكون كتكرمل كسر ما انكم درتوها غير باللوز مقلي. هذه راه جوج عطات انا هنا ثلاثه كاع على كتفي لا معاك حتى يا جوج واحد الدراري فرحاني حيت غيقراو ايوا دابا ما يبغوش حيت ولفوا العطله ما يبغوش يمشوا للمدرسه. قالوا قالت لي حنان سته حداهم، حنا حدانا واقيلا اربعه نهار سته في الشهر، قال لهم كتبوا لي مع عاد يجيو صافي صحيح. لا هذه ديال الغليقه كتكون سهله اكثر من الاخرى، انا هذيك جاتني شويه كبيره ونحولها لهذه. هذو البنات راه هما الاولاد، هاد الكبارات وبديت كندير في الصغارين. شوفوا راه حطيتها هنا راه نشفات شي شويه، غندخلها للفران تشمع كي قلت لكم ونخرجها. وهنايا البنات رانا ما شاركتش معكم البريوات ديال الحوت حيت غيجيكم الفيديو طويل هكا وممل، غندير لكم ان شاء الله فيديو اخر. صافي تا هما زوينين جاو. صافي البنات انا ساليت كلشي، هادو درتهم في فيلم اليمونتير وهادو درتهم في بابي الومنيوم، عزلتهم هادو ديال الحوت هادو ديال الدجاج، فرشت لهم كاغ ديال الزبده وغنغطيهم وصافي. دابا غادي نبيتهم في الثلاجه وغدا ان شاء الله غادي تجي الهامي اختي عندي تهزني ونديوهم. باقي لي غدا خبيزات ديال الدار ومسيمنات ونكمل ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.